صفاتني خليني بحري قد انا بمشاكيري شافني بعينك غيقاني. واش الدراري والدريات، مرحبا بكم في حلقه جديده من بلاكا. هاد الحلقه شوف فيا مزيان، هاد الحلقه غريح تكونسونطرا مع هاد الحلقه ديال بصح. معنا واحد خونا اللي ما غاديش تلقى منه جوج في المغرب، كاين واحد تنعاود وتنقول لك كاين واحد، اتعيش الموسيقى، اتعيش الفايب، اتعيش الفيلينغ، غادي تزها. شوف باش بلا ما نطول عليكم، باغي نبدا الحلقه، تلاقاو مورا الانترو. يو السلام عليكم الدراري، معكم يوسف بوسحاق في يوم جديد وفيديو جديد. مرحبا بكم في الحلقه الثانيه من بلاكا. كيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، هاد الحلقه هادي غير تكونسونطرا ريح، حيت من احسن الحلقات اللي انا متاكد مليار في المية من احسن الحلقات اللي غادي يدوزوا في هاد الكونسيبت هذا. ريح وارتاح وتكونسونطرا. لو كنتي اول مره تشوف هاد لاشين هادي، ما عليك الا انك تهبط لتحت فرقع دير مو ديك سبسكرايب، دير داك جرس باش تكون من الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق. تلاحوا عند الانستغرام اللي هو bosshaq.pro، تما غادي تلقاوني ديما. وكيف ما العاده نبداو الحلقه. سو جايز، باش بلا ما نطول عليكم، الصات اللي معنا اليوم حمزه قبلاني، وكيف ما عارفين ما تنقولش الاسم الفني، الاسم الفني تكتشفوه في لي زيكستري نيشان. الاسم الشخصي حمزه القبلاني، 27 عام، ولد مدينه كازا، بدا الراف 2010، 11 عام ديال الكاريير وماشي ساهله. وكيف ما عارفين الهدف من هذا الكونسيبت هذا هو الناس اللي بادين واللي تيانفيستيو في موسيقى وتيخدموا موسيقى ديال بصح هما اللي خصهم يدوزوا، ولا خصنا نشرفوهم في هذا الفيديو هذا ديال بصح، وتيستاهلوا بزاف الاحترام. هذا ما كان الدراري، باش بلا ما نطول عليكم نخليكم مع ديزيكستري مع حمزه، وديك الساعه من موراها عاد غادي ندوي على واحد البلان لي سبيسيال اللي خرج مؤخرا، ورياكتيو له على البروجي الاخر ديالو. هذا ما كان الدراري، تشوفوا من بعد ديزيكستري. بانتيري في واحد عارف راسه ماشي بوكس، اين اي كامب اون مي باك، قال لقى هومي باقا نتايا اللي خدني ما جاي في اي كوكس، اين اي كامب اون مي باك، قام التايم معايا نيجا انا نيجا كله خاطر عنده صوص، اين اي كامب اون مي باك، كلي مين انت يا وليدي في كل سيري مخلي فيها برهوش، اين اي كامب اون مي باك. بانتيري في واحد عارف راسه ماشي بوكس، اين اي كامب اون مي باك، قال لقى هومي باقا نتايا اللي خدني ما جاي في اي كوكس. ناكت 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 ناكت، بنادم راه تابعني بحال كان بان ليهم انا في الفاني دي، نجي عن ردي فم الوالدي، زيد مع لونتوراج اللي كابر فيه، كل اللي زوين وكل اللي باد، كل اللي هابي وكل اللي ساد، جمع راسك هذا المال، فرقع الرز اي باب. عيني في الكو طريقي راه غادي باللوف، عيني غير الفوق واخا طريقي عامر الشوك، كلشي كنديرو غير راسي، البارح كنلوحو في الباس، كلشي كنديرو غير راسي وتابع ربي كاع معاسي. عيني في الجو طريقي راه غادي باللوف. سو جايز، من بعد ما شفنا البلانات ديال حمزه، بلا ما نحتاج انني نفكركم بلي هادشي كامل غير 10% من البروجيات ديال حمزه. يعني هادشي كامل اللي وريتك دابا راه مازال والو مقارنه ما بين هادشي اللي خصك تدخل تشوفه. وبلا ما نحتاج نفكركم بلي هاد الكونسيبت هذا اي حاجه مهمه هو انك تدخل تسيبورتي الصاد. اتهبط للديسكريبسيون غادي تلقى جميع الليانات، جميع لي كونتاكت مع حمزه اللي هو اللون، راه تكونوا عرفتوا الاكثريه فيكم غادي يكون عارفوا، اللي ما عرفوش هذا اللون واللي بغى يتعرف عليه اكثر اولا يدخل يسيبورتي ديال بصح. يعني فريمون انا هاد البلانات هادو كاملين تنبغي ندخل تسيبورتي الصاد، اي واحد دوزتو غتدخل غادي تبغي تسيبورتي. داكشي علاش اي حاجه متعلقه بالصاد تلقاوه في الديسكريبسيون، لا من شان يوتيوب لا من انستغرام لا من لي بلاتفورم، كلشي تلقاو الليان ديالهم في الديسكريبسيون. يعني خصك ضروري تدخل تسيبورتي. ودابا غادي ندوزو نشوفو اقوى بلان دار اللون واللي غادي نبقى نحتارمو حياتي كامله على ود هذاك البلان. اخر حاجه خرج اللون هي الاي بي ديالو. ابار الدراري انكم تشوفوا هذيك الاي بي واش فيها تراكات واعرين ولا ماشي واعرين، هو انك خصك تعرف هذيك الاي بي تخدمات في هوم ستوديو، والريكورد باي لون والميكساج باي لون. يلا شنو بغيتي دابا، هاد اللعيبه هي اللي حمقاتني بزاف واللي كيف ما قلت لكم غادي نبقى نحترم عليها اللون بزاف. باش انك تخرج اي بي مقوده فحال هذيك وانت اللي مريكورديها وانت اللي ميكسيها ومخدومه في هوم ستوديو من الفوق، راه هنايا شوف هنا بانك تتعرف بنادم راه مقاتل ومخرج لك موسيقى اللي مقوده على بزاف ديال بنادم اللي خدام ماشي في استوديوات، استوديوات مقودين ديال بصح. هذا ما كان الدراري، وباش بلا ما نطول عليكم الدراري ندوزو للفقره اللي عزيزه عليكم بزاف وعزيزه عليا حتى انا اللي ترتاح فيها وتناخذ فيها راحتي، هي الرياكشن. غادي نرياكتيو اخر كليب خرج اللون خليني بوحدي. التراك هذا توا كاين في الاي بي واقوى تراك جو بونسو. شوف
دراري تيقولوا لي باللي اقوى تراك وكاينين بزاف تراكات اللي مقودين. غادي ندوزو دابا راه خرجوا كليب الرياكتيو وباش بلا ما نطول عليكم. يا 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 اهو رش سكو 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 كاملين كي غير روحي تعافي راه اقعد الساوس اقعد الساوس ماشي من برا من داخل دماغي الانبوكس دماغي الانبوكس في كل ليله ولي 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 هاش نزيدو كودين بروميت عزيم ولا بلاش كلشي هاديك واخا جيبك زيرو كاش كلشي هاديك باقي بنادم مهناكش ضرب لي هذا الحطه. شوف شوف الوحيد اللي تتشوف فيه الاوصاف ديال الرابور فهمتي تكون خايب كثر ما تكون زوين باقي ديما تكون غارق كلك مشاكيل الله بكذبتي بالله عليك باقي بنادم ما هناكش باغك تكون خايب كثر ما تكون زوين باغك ديما تكون غارق كلك مشاكيل بس وقع كي في وان هاني سو كلين ليش نديري نيك انا نو وات اي مين شفت مع فايب سلا دافا شفت مع فايب سلا دافا عرفتي المقود هو انه تيعطيك واحد الفايب زوين اصاحبي يخليك تضحك عليك عرفتي تيعطيك واحد الفيلينغ زوين اصاحبي في الموسيقى بحال او جي فون هاني كاع ما باغي الفايم باغي الماني نيكس دي اكس هو فاني كلشي جاري معايا حديقاني لارم توك لارم توك لارم توك لارم توك خليهم كاملين داوين لارم توك لارم توك لارم توك لارم توك زيرو كاع مساوين فوتني خليني بوحدي قاعد انا بمشاكيلي شوفني بعينيك غيكوني خليك راح عليني سودي والله ما يمكن you until the morning ديما I walk in half studio until the morning فهمها ديالي ديما انا عاد فوتني خليني بوحدي طبيعة فهمتي ما عندوش معاك حراس نقص انتاجي نتاع علق طبيعة فهمتي قاعد انا بمشاكلي شوفني بينك غيكوني خليك راح عليني studio until the morning ديما I walk in half studio until the morning فهمها ديالي ديما انا عاد nothing but work life is a shirt حالف تنديرها غير بوحدي مانيكا ونجيبها داس وانتك في الشر بوحدي غادي باش نتيغا وتاني لا نومار باقي تابع طريق الميوزيك جامي حبسها على مار حيت لي كانوا معي النار اللول بغاوني دابا اللار الى لقيتي كيف قود هاد النوت قال لي كانوا معي النار اللول دابا بغاوني اللار فاك طير من بنادم صافي سيرو دور بلا ناس كيطيحوا على مولانا مولانا باقي في البار مرا كلنا كلنا سوداني تويب السيف هذا شكون انا نيكا شكو شكو نيكا شكون انا سميتي راه دايره في ايسي نويس ولا هذيك شكو شكون انا انت اللون انت المقود I'm at the base, yes شحال في نفسي قاع ما بردة ومشي بحال أي واحد غالحاس yes let him talk, let him talk, let him talk, let him talk خليهم كاملين داوين let him talk, let him talk, let him talk, let him talk زيرو قاع مساوين فوتني خليني بوحدي قاعد أنا بمشاكيلي شوفني هادي راه ما يمكنش الساطات هادي راه امبوسيبل يحط شي رابر اخر قاع مساوين فوتني خليني بوحدي قاعد انا بمشاكيلي شوفني بعينيك غيكوني خليك راح عليني studio until the morning ديما I walk in half studio until the morning فهمها ديالي ديما انا عاد فوتني خليني بوحدي قاعد انا بمشاكيلي شوفني بعينيك غيكوني خليك راح عليني studio until the morning ديما I walk in half studio until the morning اللي مقود مقود فاني فهمها ديالي ديما انا عاد حتى الكليب مخدوم كلين بالرجوله دراري فريمون ما سخيتش بالحلقه مع اللون بالرجوله والله خليني بواحد التوفيق شراوت السودان ماب سو جايز فريمون ما سخيتش بالحلقه مع اللون ولكن الدراري ما بغيتش نطول عليكم باش انكم تدخلوا نتوما تشوفوا داكشي بعينيكم دخلوا تمزكوا بعينيكم كلشي غادي تلقاوه في الديسكريبسيون كما قلت لكم كانت هذه الحلقه الثانيه من بلاكا مازالين بزاف الدراري اللي غادي نصدمكم بهم الدراري مازالين بزاف الناس غادي يدوزوا بزاف الناس محتاجين سيبور غير تسناو موجودين بزاف الحلقات كاينين بزاف الدراري هاد الكونسيبت هذا دايرو الا انا راضي عليه الحمد لله دونك ما بقى ليا الا نقول لكم لك تي اول مره تشوفني مالك لا نكتب لتحت فرقع دير ديك سبسكرايب دير داك الجرس باش تكون الاوائل تشوف فيديوهات ديال يوسف بوسحاق تلاحوا عندي الانستغرام اللي هو بوسحاق بوم برو تما غادي تلقاوني ديما وكيف ما العاده يا 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 اهو رش سكو 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 بيس